بنتكلم بقى عن النهارده والمباراه اللي هتقام منتخب مصر وجزر القمر الساعه 6 مساء باستاد القاهره الدولي، ده في ختام بقى التصفيات المؤهله لامم افريقيا 2022 بالكاميرون، واللي حسمها الفريقين بالتاهل للبطوله هنا رسميا. امبارح خليني اقول لحضراتكم اسفر الاجتماع الفني للمباراه عن ارتداء منتخب مصر زيه التقليدي اللي هو القميص الاحمر والشورت الابيض والشراب الاسود. في المقابل هيلعب منتخب جزر القمر بالزي الاخضر بالكامل، وحارس مرمى هيرتدي الزي الازرق بالكامل. بالنسبه للمباراه تقرر ان يعني يتواجد المنتخبين مصر وجزر القمر في ملعب المباراه في 4 عصرا قبل المباراه المقرر انطلاقها في 6 مساء. وامبارح بالمناسبه كان تمرين الفراعنه على استاد تتروسبورت بدلا من استاد القاهره الدولي بسبب اقامه تمرين منتخب جزر القمر في نفس توقيت تمرين المنتخب المصري على استاد القاهره. امبارح كان في مؤتمر صحفي كشف فيه كابتن حسام البدري المدير الفني منتخب مصر الاول لكره القدم ان ترتيب قياده المنتخب بين الثلاثي محمد صلاح محمد النني احمد حجازي هيكون بالتنسيق فيما بينهم. هو قال كده تحديدا، قال مش بشغل بالي بالحاجات دي، وكمان اضاف ان الثلاثي حجازي والنني وصلاح لعبوا اول مباراه دوليه في لقاء واحد امام سيراليون في تصفيات كاس العالم 2011، لكن حجازي لعب المباراه اساسيا وتركت هنا امر شارة القياده فيما بينهم بالتنسيق، زي ما احنا كنا برضو بنتكلم في النقطه دي بالامس، واعتقد ناس كثيره جدا كانوا بيتحدثوا بشانها. وقال انا لا اشغل بالي بهذه الامور، وبالتالي حجازي كان القائد في مباراه كينيا الاخيره بصفته اقدم من صلاح. يعني هي امور ربما تكون بسيطه يعني، ولكن فيها قوانين يا كريم. يعني انت بتتكلم هنا الشاره بتكون بالاقدميه، ده اللي احنا نعرفه. قصه بقى البعض قد يرى مثلا ان لاعب احق من لاعب، دي برضو بتبقى وجهات نظر، لكن احنا لما نيجي نتكلم وفقا ليه هنا القواعد والقوانين هي بتكون بالاقدميه. فواضح برضو ان كابتن حسام وضح هذه النقطه وقال انا يعني قصه الشاره دي اخر همي، او يعني اللي هي مش بتشغل باله بشكل كبير. كالعاده الصحافه الرياضيه وتحديدا اكتر السوشيال ميديا لما بتثير جدل حوالين نقطه ما لازم الاطراف المعنيه كلها تطلع وتوضح او تبرر او تقول اللي عندها فيما يتعلق بالنقطه اللي ناس كتير يعني اتكلموا عنها. بالمناسبه برضو كشف كابتن حسام البدري انه لا يوجد قرار ضد اي لاعب خرج وانتقد عدم انضمامه لصفوف الفراعنه في المعسكر الحالي للمنتخب المصري، واكد الحقيقه من خلال كلمته ان الباب يعني مفتوح للجميع ومفتوح للافضل وفي اي وقت. قال بالنص ما ينفعش لاعب يطلع يتكلم انه كان لازم ينضم ويقول ما عنديش ازمه بشرط الكابتن، انت هتفرض علينا انضمامك وكمان هتفرض علينا موضوع شرط الكابتن. وقال انه لا توجد اي ازمات داخل صفوف الجهاز الفني، وباب المنتخب زي ما قلت لكم مفتوح للجميع، ونبحث عن لاعبين جدد، وهناك فارق بين لاعب بيطالب بالتواجد يعني بالمنتخب وبين لاعب يقاتل للانضمام للمنتخب. احنا متاكدين ان كل اللعيبه المصريه سواء في الداخل او محترفه بالخارج اكيد هي بتقاتل علشان تكون في المنتخب وكمان تحقق النصر.